أنا سباح خالد شلبي، أول سباح في العالم يعبر المنش بذراع واحدة سنة 1983، ووكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المنش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. معايا النهاردة سباح لأول مرة في العالم بجهزه لعبور بحر المنش، محمد الحسيني، من ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقات الذهنية، ودي هتبقى أول محاولة في العالم لسباح مصري عنده 16 سنة من ذوي الإعاقات الذهنية لعبور بحر المنش. الهدف مننا ان احنا بنبلغ صوره للعالم الخارجي بره ان مصر بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصه بالذات الاعاقات الذهنيه، صوره حضاريه لمصر، تنشيط للسياحه، حاجه جديده بتتسجل باسم مصر في العالم كله عشان نقول لهم ان مصر مهد الحضاره. التدريب 3 مرات اسبوعيا في بحر الغردقه بمحافظه البحر الاحمر. الهدف منها التأقلم على جميع الأجواء اللي ممكن يقابلها في المحاولة بتاعته. يوم الخميس بيعوم ساعة ونص ساعتين، الجمعة 3 ساعات، السبت 2 ساعتين، تدريبات لياقة بدنية لمدة 2 ساعتين، في تدريبات بيتم تلقينها له في مصر في الفترة اللي قاعد فيها في القاهرة. مستمرين على كده طول العام إن شاء الله لغاية أغسطس 2017 إن شاء الله. الولد الحمد لله تالنتد، عنده شخصية قوية، نشأت بينه وبينه علاقة حب، ابتدى يسمع كلامي كويس، حضر معايا 3 بطولات دولية عملتها هنا في البحر الأحمر ال3 سنين الأخرانيين، انتقيته من بين مجموعة من الأولاد لأنه كفء فعلا أنه هو ممكن يعوم في المية المفتوحة. أنا فخورة بيه جدا جدا أن أنا قدرت أوصل بيه لمرحلة أنه هو يقدر يعبر المنش في وقت من الأوقات مع تحت القيادة طبعا متبني كابتن خالد شلبي. أنا فخورة جدا بيه أن أنا قدرت أوصل بيه لحاجة زي كده. المشوار ما كانش سهل، كان صعب جدا، بس إحنا كنا وهو قد التحدي وحطينا جوانا هدف أن إحنا لازم نحققه، وإحنا أصبحنا بالحدث دوت إن شاء الله بإذن الله قدام العالم كله. محمد هيعتبر أصغر سباح ذهني قدر أن هو يحقق الحدث العظيم دوت ويرفع يعني شرف ويبقى فخر لبلده. أنا بحب بلدي، بحب رياضة، بحب ألعب ألعاب قوة إن شاء الله. مع كابتن خالد سنلعبون الماتش إن شاء الله، وإذا قابل السيسي وقول له يسيت اللايس سمح لي أشوفك وربنا يوفقك يا حبيبي السيسي، أنت أحلى رئيسنا في الدنيا.